بن قرينا خرج في واحد مهرجان خطابي ولا ما عرفش داك الشيء، واحد اللقاء صحفي كيبان لي حزب البناء، كيتكلم على خرجه غريبه في الحقيقه، خرجه غريبه جدا. هاد بن قرينا هذا كان داعم تاع تبون، دار خرجات معينه كيدعم فيها تبون واحد الدعم كبير، ولكن دابا خرج بواحد النوع تاع اللغه غريبه جدا. نسمعوها ونمشيو نحلوا الخرجات نتاعو. بابار مرحبا اخي بابار، مرحبا. الانتخابات الاولى بعد الحراكيه، هذه الانتخابات التي سوف تجرى اذا لم يحدث طارئ كبير خارق للعاده، يعني الدستور ربما، يعني ما عنديش في ذهني، ولكن انا شفت السنغال شلت لحد الان، انا مش في ذهني، مش وارد يعني في ذهني، ولكن جبد القضيه نتاع السنغال. يعني الامر فيه شي حاجه ماشي هذيك. فهو يتحدث على انه الانتخابات الجايه ديال 2025 ممكن تتاجل، وممكن يوقع كما وقع في السنغال. معناه انه كاينه رساله تظهر بان الامر غير واضح في الجزائر، ثمة من قد يرغب في قربلة الوضع. لأساس في العملية هو أنه يظهر جليا أنه ثمة جناح متمكن حتى هو في الجزائر اللي ما باغيش تبون يرجع، ما باغيش تبون يكون في العهدة الثانية. وبطبيعة الحال هذا الجناح، هذا المشكل اللي عنده الآن هو شكون البديل نتاع تبون، لأنه البدائل نتاع تبون حسب ما هو واضح الآن في الساحة السياسية الجزائرية هما جوج، وهاد الجوج غير مرغوب فيهم وصعيب ينجحوا، صعيب جدا. واحد هاد بن قرينا هذا، وواحد هو مقري، عبد الرزاق مقري، الامين العام السابق نتاع حركه مجتمع السلم. اذا ملي كنقولوا بانه كاين مشكل ديال الخليفه، بلاتي يا بن قرينا، بلاتي المفروض بلات يا بن قرينا، دخلتينا لكاع الجنه انت كاملين، انت كخصك تمشي دابا، انت هو الرئيس في الحقيقه، انت غير لانك فرحتينا غندخلوا للجنه معاكم، والله العظيم الا انت خصك تكون من غدا نصوتوا عليك. لو كان التصويت هكذا من المغاربه نصوت عليك، لو كان زعما يتشاوروا معنا هكذا يقولوا لنا ما درش بان لكم شكون غادي نديروا في الجزائر، والله حتى نصوت عليك اخي بن قرينا، انت دخلتينا للجنه كاملين، المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، شكون اللي غيضحكنا الا مشى تبون؟ هذا مع الضحك، هذا مت الضحك، هذا اخره غادي يبقى يدخلهم بالجلابه المغربيه تما في القصر المراديه. شتي خدنا نلبس الجلابه الوزانيه؟ مالك طبعا طالب الكيست، مالك باقي راني داير الحضره على الكيست. سمعت مالك؟ والبيستاش من بعد دابا مخوتي المغاربه وما غيطلعوش معايا في الكيست، بقى لي غير انت في الحساب، انت راك في اخر شوا عندي، انت والبيستاشيين توعك، يعني انتوما هما الاخرين كاع في الشوا. غندخل المغاربه اللي عزازين عليا، وغنطلع من بعد المغاربه اللي ما عزازش عليا، وغنطلع من بعد المغاربه اللي ما كيحملونيش، ياك؟ وعاد غنطلع الجزائريين اللي عزازين عليا، وغنطلع الجزائريين العاديين، عاد غنطلع داك الساعه الجزائريين ديال الذباب الالكتروني، عاد اخر واحد في الكلاسمو هما نتوما، هما البيستاشيين، واخر واحد فيكم في البيستاشيين هو داك طارق بوشما، داك مازال كيدير لايفات مازال، ها هذاك بوشما هذاك مازال كيدير لايفات، ودوك الزئبق داك اللي كيدير هنايا عاود، واحد كلات عليكم الجزائر بكري، انا ما بغي والله ما بغات تفهم لي عمي بو علاه، طوطو دي زيد، هشام طياره، طارق بوشما، الزئبق بوزعكا، هشام عزوزه، واك يا باباك يا الجزائر، واحد العابط، واحد العابطه عيا يدير عليا اللايفات،
شحال هادي قبل ما نجي للتيك توك باش نجاوب عليه باش نرد عليه. داك نهار تلاقى معاه مع الكيدار 31 في فرنسا، نسيت سميتو واحد العابط، واحد الغبي عاود، واحد ام واحد ديبيتي هو اللي شد لهم. والله العظيم يا زي لبي لا حول ولا قوة الا بالله. المهم هاد خينا هذا يحذر او يشير الى امكانية حدوث ما حدث في السنغال. المهم خوتي الجزائريين الامور ما تعجبش، كاين شي حاجة ماشي هي هذيك. مع الاقتراب ديال الانتخابات الجزائر العميقة، الجزائر السطحية، الجناح ديال فلان والجناح ديال فلان وفلان، مصيبة مشكلة. وتبوني لا ما رجعش رئيس غيمشي للحبس، تبوني لا ما عاودش رجع للرئاسة غادي يمشي للحبس في إطار جزائر جديدة عاود. لأن شوف دائما كاين واحد الجزائر جديدة كيمسحوها في هذوك اللي قبل منهم، ديما الفضايح ديالهم كيتمسحوا في هذوك اللي قبل، كما داروا دابا مع ما يسمونه بالعصابة. هما راه جوج عصابات، غير وحده غالبة وحده مغلوبة. دابا العصابة الغالبة تتهم المغلوبة بأنها عصابة وغيبقاو هكذاك. إذن راك داخل الدار ولابس فيستا وتبون. كيفاش داخل الدار ولابس فيستا؟ واش بغيتيني نتعرى عليك ولا؟ ها؟ صافي المرة الجاية غادي ندير لايف بالشورت، الشورت بوحدو. شوف القضية ما عندهاش علاقة مع البرد، أنا باش نشرح لك. والله ما عندها علاقة مع ما كاينش البرد دابا، زعما نقدر نحيد ما كاينش البرد. شو نشرح لك؟ أنا ماشي زعما شي واحد اللي عنده شي هدا، أنا راه عظيمات خصني نلبس باش ما نبانش مفروش. راه إلا مشيت حتى نقصت في اللباس كنبان ها سفيفيد، كنبان ها سلك، فهمت؟ داكشي علاش كنغطي الضعف نتاعي باللباس، كنلبس بزاف باش نبان زعما راني، فهمت؟ القضية عندها علاقة مع قلت اللحم وقلت الشحم، فهمتي؟ باش نشرح لك باش ما تبقاش سميتو. وفي الصيف، في الصيف كانت تفرش بنت عمي والله ما تفرش من الصيف للصيف ولا تفرش العام كامل. دابا بحال مثلا دابا في الشتوى يعني نقدر نغلمط بنادم، ولكن في الصيف كانت تفرش. لا كانت تفرش. انا حتى في البحر ما كنحيدش سميتها السوفيتما، داك التيشيرت ما كنحيدوش في البحر، حتى كندخل الماء، فهمت؟ حتى كنجي ندخل الماء كنحيد التيشيرت ندخل الماء، خصني نبقى هكا. كنجي خارج كنلبس دغيا بالزربه، ايوا ستر ما ستر الله، اش غدير؟ ستيل والله الا ستيل وابن عمي بالله. لا ولكن انا زعما ماشي معنى انني غير راضي على والله العظيم الا بخير، يا والله الحمد لله يا ربي وشكرا لك. خاصه ملي كتكون ساكن في التروازيام كاتريام، بحال دابا انا ساكن في التروازيام، راه صعيب تكون عندك 100 كيلو ساكن في التروازيام وما كاينش لاسونسور. صحيح 100 كيلو التروازيام وتسالى لك البوطه، وش مراتي تسالى لك جوج بوطه دقه واحده، البوطون تاع السخان والبوطون تاع الطياب، السخان تاع الماء ماشي عرفتي، جوج بوطات يتسالوك دقة واحدة وانت فيك 100 كيلو وساكن في التروازيام، صعيبة صعيبة. فأنا حمدتك يا ربي وشكرتك. 70 كيلو تقدر يتسالوا لي جوج بوطات ما عنديش مشكل. شوف وما تحقروش راه كان البوطة والله العظيم إلا لكتف على شتي هاد العظمة هادي، عظمة والله الا البوطه كتهز من عند المول الحانوت ما كنحبس حتى الكوزينه. علاش؟ كاين السفل القوه في العظم بواحد اليد عادي. ولكن مؤخرا هذه تقريبا واحد 15 يوم لا اكثر
كنت عاودتها لكم يمكن. لا ما عاودتها لكمش. اخوتي كنت ما مغديش. واش ما مغديش ولا ما مشيش؟ المهم واش ما عقلتش والله ما عقلت واش الغدا